عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. العلاقات المؤذية هي عبارة عن استنزاف للطاقة، يعني ما يمكنش تكون أنت إنسان في علاقة مؤذية، والعلاقات المؤذية هي اللي كنقصدوا بها ما كتكونش فيها على طبيعتك، كتكون مع واحد الإنسان اللي كيستنزف أي مجهود كديره، ما كيقدرش المجهودات اللي أنت كتستثمر بها في هذيك العلاقة. فالإنسان المؤذي ما يمكنش تسنى منه شي حاجة اللي يكون فيها راحة نفسية. فلهذا باش نستنزف ما نبقاش نستنزف الطاقة ديالي مع هذاك الشخص المؤذي، خاصني نفكر كيفاش انني نقطع علاقتي معه. الا كان عباره عن شريك او لا مثلا انسان او لا صديق او لا شي شخص زميل في العمل واللي ممكن انني نتخلى على العلاقه ديالي معه، فخاصني نقطع هذيك العلاقه او لا ندير حدود لراسي باش نحمي راسي من هذاك السم اللي كيجيني في العلاقه. إذا كانت علاقتنا المؤذية كتجينا من بعض الناس المقربين، مثلا اللي هما العائلة أو الأبوين أو الناس اللي ممكن لناش أننا نتخلو عليهم، فهنا خاصني ندير دائما واحد الإطار وندير الحدود مع رأسي، ونعرف كيفاش أنني نكون دبلوماسي في علاقتي معاه ونتصرف معاه، يعني ما ناخدش أي حاجة كيقولها بجدية. إذا كان الأب ولا الأم ديالي كيأذيني بالكلام ديالو طبيعة الحال عن غير قصد، لأنه دائما الوالدين ما كيقصدوش أنهم يأذيونا وكيبغيو دائما مصلحتنا، ولكن إلى شفت أن علاقتي مسمومة أو لا مؤذية مع أحد الوالدين ديالي أو لا الأولاد ديالي ولا الزوج ولا هذا، فندير الحدود ونعرف الحاجة اللي نقولها لهم والحاجة اللي ما نقولهاش لهم، وما ناخدش دائما بالرأي ديالهم. نفكر كيفاش أنا نقدر نحمي راسي بحط طريقة لي دبلوماسية، ونعرف على أنه ذاك الإنسان هذاك الشيء اللي غادي يقدر يعطيني وما تسناش منه شي حاجة، هكذا كنحمي راسي وكنحمي حتى العلاقة ديالي معه.